السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ ربنا يبارك في عمرك. الحمد لله، الله يسلمك. الله يحفظك. هو سؤالين يا شيخنا، كان سؤال في الأول على الطلاق المعلق. أنا كنت حالف على زوجتي من فترة اللي هي ما تروحش للمكان المعين إلا بإذن ورضا. فراحت، فكنت كل مره انا اللي احملها واروح المكان ده بس من غير ما اقول بالاذن، وكنت ناس اليمين ده اصلا، وانا كنت اصلا ما عليك مشكله، ما هو هذا يعتبر باذنك. طب والرضا لازم اصرح بالرضا؟ لان يا حبيبي هي انت راحت باذنك، انت حملتها، معنى هذا انك اذن لها. اذن لها والرضا؟ الرضا ايه يعني؟ يعني انا قلت لها باذني ورضايا، يعني رضا من يا اخي يعني. قلت لها ما تروحيش المكان الا باذني ورضايا، حملتها انت وديتها، يبقى راضي ولا مش راضي؟ مالك؟ طيب السؤال الثاني، يعني الحمد لله كده موسوس كده، انت باين نوصف لك صح ولا حاجه؟ انا دكتور اصلا. مشكله الدكاتره كتير منهم مختلين كده. نعم الله رحم الله. طيب السؤال الثاني، ممكن حضرتك، انا ان شاء الله في مولود على قريب كمان ايام بسيطه ان شاء الله. الله يحفظك. فكنت عايز هعمل العقيقه والاضحيه، ينفع؟ يعني الاضحيه في بقره ولا ايه؟ فيه انا واخد نص بقره. نص بقره ينفع اضحيه الولد سبعان، ولا الولد سبعان في العقيقه، والاضحيه سبع واحد ينفع. اللهم استعان، انا امشي على كده. طيب استبر البقره شويه. البقره اسمع البقره لازم تتوفر فيها الشروط، لان الاضحيه لازم فيها تتوفر الشروط. اللي هي البقره اللي هي سنتين يعني. ايوه ماشي ماشي ماشي، فهمت انت. السلام من العيوب. تمام يا شيخ. طيب انا بقى يعني رايي سيادتك حضرتك في الطلاق المعلق على شرط بغرض الحث او المنع اذا وقع. والله انا مختار راي العلماء القائلين بانه يكفر كفاره يمين، ان عاده الشعب المصري نعم انه يحلف بالطلاق للحث او المنع الغالب نعم من احواله. نعم نعم شكرا. نعم. يا ربي.